وخلال المؤتمر الصحفي أكد سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات أن مملكة البحرين تمتلك خبرة تراكمية في تنظيم الانتخابات. نعم، أكد المستشار نواف عبد الله حمزة أن عملية التصويت في الانتخابات سارت بسلاسة وفق القواعد الدستورية. فضل من الله سبحانه وتعالى مرت العملية بسلاسة، كان في إقبال كبير على مراكز الاقتراع، وكان هذا واضح من خلال زيارتنا اليوم للمراكز، وكذلك بالنسبة لمتابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية أيضا، فكان الحمد لله كان في مؤشر أن في إقبال على العملية الانتخابية وإقبال كبير في الحقيقة. التنظيم أعتقد ما كان يعني في أي مشاكل. البحرين اليوم تملك من الخبرات المتراكمة في عملية تنظيم الانتخابات ما يقارب أو 20 سنة من التنظيم. لدينا خبرات، لدينا كفاءات بحرينية، لدينا ثقة في البحرينيين الذين يقودون هذه العملية بكل يسر وسهولة بالنسبة للناخبين، ومنح الناخبين طبعاً حقهم السياسي على اساس انهم يباشرونه في يسر وسهوله. وكذلك من دورنا ايضا طبعا ان احنا نهيئ الارضيه السليمه ايضا على اساس ان القاضي يقوم بدوره بالاشراف على العمليه الانتخابيه اشرافا كاملا.